شان نقول لك اخويا، انا اللي ساكنه في هذه الدار اللي وقعت فيها الجريمه، يعني ما جيتش ليها شي سيمانه. هادي جيت البارح حليت الباب، ضربتني واحد الريحه اللي هي بزاف حشاك ديال الجيفه. اضطريت نعيط لمولات الدار، جات عندي بقات هي ما خرج عندها حتى شي واحد. عيطنا على البوليس، جاو حلوا الباب، ولقينا ديك الحالة أخويا، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. لقينا السيد مشنوق في الحيط، ولقينا واحد مقرط في الأرض مقطوع الطراف. وداك الشيء اللي شفت البارح أنا باقا مصدومة، حيت لأن ما كنتش كنتوقع من هذاك بالضبط. داك الدري اللي واحد الدري كان ظريف يعني، وداخل سوق راس، وما كيهضرش بزاف، ما يعني بزاف بزاف زعما، ما عندوش صحاب، ما كيجيش مع صحابه، ما كنشوفوش مع الدريات بزاف، ما كنشوفوش مع الدراري، ما داخل بوحدو خارج بوحدو. وفاش طلعنا في الاول قالوا ودي انتحر، بقى فيا هبطت، انا كنبكي بقى فيا، انا قلت صافي يمكن انتحر. ولكن واحد شويه وليت كنسمع ودي راه كاينه كارثه اخرى، كاين السيد، لقاو السيد اخر مقرد وكاين في الثلاجه، ورجلين ديالهم مقطعين ومسلوقين وتكالوا، بقاو غير العظام. هادشي اللي كاين اخويا، الله يدير شي تاوين ديال الخير. هادشي ولا كيخلع، ولينا كنشوفو هادشي بزاف بزاف، هادشي اللي كنشوفو. تنقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخويا كنا نعتزي ما بينا وبين تنتفاجئوا بواحد الخبر، وفاة واحد الشخص في الحي ديالنا. يعني الشخص كان ساكن مع صاحبه يعني في دار، تقريبا مقتضى العمر شي 27 سنة 26. كنتفاجئوا بانه واحد شد الاخر قرضو وطيبوا وداروا في الفريغو. جينا كنشوفوا هاد الجريمه البشعه، هنايا كنلقاو رجال الامن وهذا صافي، لقينا بان غير السيد راه مقتول ومقرض. وكندو الصراحه بهذا العمل اللي عمره ما وقع عندنا في الحي ديالنا، وابناء الحي ديالنا بعاد على بحال هذا الشيء بزاف. يعني هاد الناس هادو جاو برانيين عايشين هنايا كاريين، وكندو بحال هاد الاعمال خاصه الناس اللي كاريين وهذا يعرفون من كيكرو، باش ما يعاودوش يوقعوا بحال هاد الجرائم عندنا في الحي ولا في جميع احياء مدينه اكادير. وكنطلبوا من ربي يدير شي تاويل الخير. هاد الشيء اللي كاين الناس ديال هاد الحي هذا، ربما كتشوفوا دوك الناس قبل ما يموتوا. انا خويا شكت، كيفاش كان التعامل ديالهم، كيفاش كنتو كتشوفوا؟ هو واحد الصديق ديالي ساكن حداهم قال لي كان تعامل عادي، يعني دي جون كريم بيناتهم عادي، يعني كاين داك التعامل الاخوي وهذا وهذا. تا كيتفاجئوا بان الشيء، انا ما اظن انه وقع شي 3 ايام هذه، عا باش عطات الريحه ديال الجثه صافي. الناس السيده اللي ساكنه تحتهم مشات بلغات، جاوا رجال الامن وهذا، لقاو بان راه كاينه جريمه في الدار. الشيء كندو به اخويا وكندو به المجتمع المدني وجميع الناس المسؤولين على هذا الشيء، يشوفوا يديروا شي حلول مزيانه باش حتى الناس اللي كيكرو يعرفوا من كيكرو، واش ما يعاودش يوقع في جميع احياء مدينه اكادير. وشكرا صح. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.